الى الرقاق من مسند الدارمي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم اعتق رقابنا من النار. قال وزنا مع مسند الإمام الدارمي رحمه الله، وزنا في كتاب الرقائق، قال: باب في الصحة والفراغ. قال: أخبرنا المكي ابن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله هو ابن سعيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع قال: آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. الله أكبر، هذه من أنعم النعم. أنعم النعم الصحة والفراغ. أنت في الصحة تستطيع أن تقوم، تقرأ، تصوم، تجاهد، تستطيع أن تمشي في إصلاح بين المتخاصمين، يعني تستطيع أن تأتي بعبادات لا يستطيع غيرك. المريض المقعد لا يستطيع في هذا، فهذه نعمة من النعائم التي إن لم يستغلها المرء فاتت منه وضاع عليه كل خير. وهذه الصحة والفراغ. الفراغ أنك تملك الوقت، الفراغ أنك تذهب إلى اللحمة وإلى الكياس الكبيرة، والفراغ أيضا أن تكتب وتقول: جعل الله على مدرجته ملكا فقال لي: ما ذهبت إليه؟ قال: والله ما ذهبت إليه إلا حبا في الله. وطبعا تعرفون حبا في الله ما يتبع الحب، الحب موجود بس ما يتبعه من الذبائح فاهم؟ حبا في الله ها؟ يغتفر في التمام ولا يغتفر في الأصل طبعا، بس أنت عندك ده مش تابع، أنت عندك أم الأصول هذا الباب كليب. فهنا في الفراغ يذهب هنا وهنا، المسألة حقيقة الفراغ نعمة من النعائم الكبيرة جدا. إنسان يملك وقتا نعمة، في واحد بيملك وقت يقول مش عارف أكل إمتى، مش عارف يأكل، مش عارف الوقت يأكل فيه. صح، لا أنت أبو كده، لا صح، أنت مش عارف تأكل لأن أنت أصلا مشغول بالأكل، هذه المشكلة، شوف، وهذا كان متمثلا في المحمدين ابن خزيمة ومن كان معه، صحيح؟ أليس هم الذين اشتروا سمكة؟ جلسوا يعني كل اشتروا سمكة أرادوا، اشتهوا السمك يريدون أكل، طلبة علم، كل ما يحضروا السمكة للأكل إيش اللي يحدث؟ انعقد مجلس التحديث، يسيبوا السمكة ويذهبوا لغاية ما أنتنت، ما أدري أكلوها نتنة ولا تركوها، ما أذكر الآن، لكن يعني كلما أرادوا الأكل ما استطاعوا. الدرس قد أقيم. طبعا أنت بقى لما تجي الدرس يقول لك: إيه ده لا صلاة بحضر الطعام، فكيف فاهم؟ ويبدأ يكون هذا طبعا لابد، وده الزول طبعا هيجيب لك كل تخريجات الاحاديث كلها هيكتبها في بوست كامل يبينها للاخوه. السنه شوف، السنه الزم واتبع. يعني الرجل يقول كنت احب الهريسه، وكان الرجل وكنت اتلمس من يبيع الهريسه، فعندما أدب معي أسمع الصارخ يقول انعقد الدرس فأترك الهريسة وأذهب إلى الدرس. قال: فيئست من أكل الهريسة، لأن كل ما أذهب يشتري انعقد الدرس فأذهب الدرس، انعقد الدرس فأذهب الدرس في هذا الباب. فهذا فراغ ما يستطيعون. يعني الرجل أنت ترى ابن الجوزي كان يقول لما الناس بتزوره هو مش عايز حد يزوره، الوقت مش ما فاهم، جاي يخليهم يتكلموا ويقول: وأتي بالأقلام أبريها أجهز للي جاي بعدها، فاهم؟ أبري الأقلام نعم، أبري الأقلام وأعطوهم الأوراق، يرتبوا الأوراق في هذا الباب، فاهمني؟ نعم، في هذا. شوف ابن عقيل يقول، شوف عشان تعرف الوقت كيف، ابن عقيل يقول: كان يؤذيني إن أنا أكل الطعام لسه أقول بسم الله وأشمر، يعني هنا مش بنشمر، يعلم الله بحالنا. يقول: كان يجعله كالدقيق يسفه ويشرب مية وانتهى. نعم، كان شاف يقول: كسرة خبز يعني تسكت المعدة، تسكت صياح المعدة، بس تسكت، هو مش عايز غير كده فقط. انظر القوم أساطير، ونحن ما أدري ما الذي فينا، ما الذي علينا، ما الذي جاءنا. ولذلك الأمة الآن انظرها في الرايل الأول، انظرها في القرون الثلاثة الأولى، وانظرها هنا رائدة الدنيا بأسرها في القرون الأولى، سيدة كل شيء، صحيح ولا لا؟ الآن الأمة إيه؟ ويريد في كلام أيضا كمان، ما في ده حتى كلام، هو بيقول لك النار طلع علينا مغفل لا يفقه شيء في دين الله جل في علاه، يقول لك وارد أن الله جل في علاه يلغي النار،
طبعا هو دلوقتي ده الراجل ده بالذات ما عندوش لا علم ولا فهم ولا بيسب امتنان سب جامد جدا، هو ماشي على ادراج ما نقل عن النبي في فناء ايش. وده اصلا الكلام هذا له باب، لما فعل ذلك؟ يريد ما وراء هذا ان الكل يدخل الجنه، فاهم ازاي؟ يدخل يا جنه انتوا جعلتوها حكرا على المسلمين. الناس بتقول ان هو كان عنده علم وكان حلو في الاول بس اختبر خطر يدرس. ايه في ناس بيقولوا ان هو كان عنده علم في الاول وكده اول ما طلع بس هو اختبر كده. نصاب ان هو كده شيء في علم الاصول. شيخ انتوا الناس دي مين الناس؟ انتوا تاخدوا حصيره وتجيبوا الناس تقعدوا بيها على الترعه وتقعدوا تكلموا مع الناس دي، فاهم؟ ما عنده من أو من مطلعه لما خاري ما عندوش اي علم. واحد من من مبداه لما خاري ما عندوش علم اصلا. هو واخد اجازه واخد الاجازه واخد الاذن من الغماري اللي هو شاذلي. هو اصلا شاذلي. اه بغيري اه هو شاذلي اصلا صوفي شاذلي. في الطريقة طريقة المحمدية الصوفية الشاذلية الصديقية الثانية. هو لا هو في المحمدية شيخ الصديقية الذي عرفنا في المحمدية. إذا كان أنت أصلا منهم أصالة. فالحاصل لما يخرج عليك هذا شوف لما يخرج هذا في هذا الزمان والعلم يندثر بهذه الطريقة وما فيش حد يشغل نفسه أنه يعطي علما. ولو أعطيت علم ساعة يقول لك كده أنا الضابط الله يحفظه لما أخذنا في الليل وقال لي أنت جاي منين؟ قلت له من الدرس. قال لي درس إيه؟ قلت له درس. قال لي هو في حد بيدرس دلوقتي؟ قلت له نعم. قال لي في حد كان جالس؟ قال لي طب اتفضل حبيبي. قال لك ايه؟ روح يا ابني روح. هو طبعا في حد قاعد الساعه 4 بالليل. دول الناس مجانين من عليهم. حضرتك لما قلت له احنا قاعدين من الساعه 4؟ قلت له من الساعه 4 وكان الساعه 4 قال لي من 4 والى الان والناس جالسه مستحيل انت تتحملها؟ اما طبطب عليا يعني قال لك سيبه ده مجنون يروح. قال لي روح يا ابني الله يعينك. بس ممكن تسيب لنا ده برضه؟ شوف برضه ده. قال لي تسيب لنا ده والله. قال لي تسيب لي ده. نعم. أثنى عليه الأصول كان أخ معانا بعد شوية لقيته أظهر أشعرية. والله مشكلة كبيرة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صفة له وهو في خبر، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ أي صحة البدن وفراغ الخاطر بحصول الأمن ووصول الكفاية الأمنية. والمعنى لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس، حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية ما يحتاجون إليه فيما عادهم، فيندمون على تضييع الأعمار عند زوالها ولا ينفع الندم. قال الله تعالى في يوم التغابن أن الناس يتحسرون. يوم التغابن يتحسرون على ما مضى. تعرفون أن ابن عباس قال ما من أحد إلا وسيندم يوم القيامة. حتى أهل الجنة لم يجد أن بينه وبين من زاد عليه حسنة واحدة كما بين السماء والأرض يرى أنه أضاع فضلا كبيرا. سؤال عظيم. الحديث فيه كثير من الفوائد. الغبن والنقص والخسارة مغبون فيما كثير من الناس. ما حدث أن كثير من الناس خاسرون حيث أنهم لم يستفيدوا من هاتين النعمتين هما الصحة والفراغ، فهم يضيعون أوقاتهم أيام صحتهم ويضيعون وقت فراغهم، فلهم استفادوا منه في أمر دينهم ولا وهو الأهم ولا في أمر دنياهم. يقول عبد الله بن مسعود إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من الآخرة. كان ابن عمر يقول أبغض الرجل السبهللة. الرجل عايز سبهللة لا هو بأمر الدنيا ولا بأمر إيش ولا بأمر الدين. وسبب الاهتمام بالوقت هو أن الزمن الذي تقع فيه الأعمال وهذه الأعمال خيرها وشرها هي التي قدمها البشر لينالوا بها الجزاء، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله وعن ماله فيما من أن اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. هذا حديث رواه الترمذي وصححه. والحقيقة أنه لا بد أن نعلم أن 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 الناس يضيعون أعمارهم على فناء. انظر إلى وقت الصحة لما أنت كما قلنا في الكرة وما تفعل الكرة بالأمة الإسلامية. وطبعا هناك جنود مجندة اليهود لهم إرساء ولهم فهم شديد في تضييع أهداف الأمة وتضييع الأمة. أولا مسخ الهوية مسح الشخصية وبعد ذلك تضييع الكنز، لأن احنا عندنا كنز كبير جدا مش هو الصحة والفراغ، كنز عظيم جدا. اليهود متخصصة تضيع هذه الكنوز، أموال طائلة ترمى، فاهم؟ إغراء الناس. مسألة الكرة تجلس بقى عندك في المنتخبات كل ماتش لابد تضيع فيه
نص اليوم، لا بد في نص اليوم يعني قبل المباراه بساعتين، صح كده؟ اربع ساعات قبل المباراه باربع ساعات. وخمس ساعات لا من اسبوع الضجه الاعلاميه عشان انتباه الناس ويجب الناس ضجه اعلاميه، وطبعا الضجه الاعلاميه مصاريف فوق ما يتصوره العقل. بعد كده عند المباراه ياتي بقى، كان اهلي والزمالك واحنا زمان كان بيجيبوا لنا بعد الضجه الاعلاميه صباح تغني، انت اهلاوي انت زملكاوي فاهم حضرتك، وبعدين مصارع الكلاب ويجيبوا كلاب بيلعبوا كوره. نعم والله ده حفله مهرجان عيد الاهلي والزمالك. ثم بعد ذلك علي زيور يكلمك بالمربعات فاهم حضرتك. لا لا صحيح، وتطور بقى جامد جدا في هذا الباب. شاكيرا وشبيهتها اللبنانيه. ها؟ لا يا زول يا زول سيب اللحم الذي يتعبك. لا انا اقصده انه اشغال الناس. ثلاث ساعات قبلها، ثلاث ساعات بعدها، ساعتين المباراه، ساعتين، ساعه ونص او ساعتين الا كده. صح كده؟ يعني كم ساعه؟ يعني لو قلنا ست ساعات، ثمان ساعات، ثمان ساعات راحوا في الكوره. ثمان ساعات اعوذ بالله، وكمان تضيع الواجبات. والله في المسكات اقسم بالله بيبقى مليان على اخره، ربنا يسامحني يعني وانا صغير كنت بروح فكانوا مش بيصلوا برضه. لو انت كبير كمان يا المشاكل كلها عندي. رحت سلمت بعد المباراه ثلاث ساعات بشوف مين جاب الزيرو الاول. شوف خد لك زيرو زيرو وثلاث ساعات بعدها. بقيت الوقت على الفيس كمان لما اروح على الفيس بقى يشتموا يعملوا يشتموا. ايوه شوف هو هذا هو لا وبراء وكلام مثل هذا تضيع امه بها. كره تسبب في تضييع الامه، في تضييع الامه. وقت فراغه الان وقت فراغ كبير جدا بيذهب بمثل هذا البرامج العبيطه. الشيف ابو الفلاني هتقطع الاستيك وهتجيبي مرق دجاج فاهم، وده اصلا تخصص مش النسوان، ده الرجاله دلوقتي بيتفرجوا عليه. سي بي سي فوق سفره. اجلس بقى في هذا الباب على تضييع الوقت. برامج اخرى مفيش برامج توعويه، مفيش شيء ثقافي، مفيش شيء ممكن ينمي شخصيه الانسان يجعل له. شوف انا اقول لك، لو انت اصلا جعلته مثلا مش دين بس جعلته ذا شخصيه مهمه هيثمر، هينفع الدنيا حتى. لكن تجعله هكذا اهبل سبهلله ما في، ما هو هذا ده فلذلك نقول ما في افضل الناس على الاطلاق هم طلبه العلم. ومع ذلك طلبه العلم الان مش عارفين الفائده اللي هم فيها والكنز اللي هم فيه، ومش عارفين يستغلوه. يعني بعد ما ربنا اعطاه وبين له وفهمه ان هذا الوقت لك بيعمل ايه؟ بي 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 بيحاول يصطنع اي شيء لتضييع اكثر هذا الوقت. ناهيك بقى عندما اكون في الصحه ايضا، قم صلي التسبيح، قم صلي القيام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فيبتلي الله بالمرض فيبكي على ما مضى وما استطيع فعل شيء. المشكلة أيضا شغلوا الناس بأمر آخر، شغلوهم بأمر الدنيا، فترى رجل حمار بالنهار جيفة بالليل. يعني لما واحد اتصل بي أنا قلبي هو اللي كان بيبكي، بيشتغل ثلاث شغلانات، تغلط ثلاث شغلانات. فالحاصل وهم لو فعلوا مثل فعل الحسن البصري علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري انتهى. لكن أيضا كل ده صفاء فضاء العقيدة، فضاء القلب من العقيدة، فضاء القلب من العقيدة وتضيع الناس في هذا الباب أمر عجيب جدا. ولكن النماذج الكبيرة في استخدام الوقت، راجل مسجون أو مسجون تلاقي ينام يتعب مسجون و30 جزء 30 جزء أو أكثر. المبسوط سرخسي كان مسجون والسجن بتاعه مخروطي، الطلبة يلتفوا من فوق وينادوه، سرخسي يجي يملون يملي عليهم الكتاب ويكتبون، وطبع الكتاب ويكتبون اكتبون. شوف انظر بقى دي نماذج الحق. ابو الوفاء، تعرفون ابو الوفاء علي بن عقيل شيخ الحنابلة؟ نعم. يعني كان فيه ما فيه يقول مخبرا عن نفسي اني لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري. يا والله انا احتاج لضرب النعال فوق رأسي، والله انا اقول عن نفسي هذا. كم وكم من وقت ضاع علي لم افعل فيه شيئا لله جل في علاه، وكنت اخلط في بعضها. الله يغفر لنا جميعا يا رب. إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي. يعني نايم وعمال يفكر. أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. جاءت مسألة فكتبها إما كشف حلها وإما بيان ما فيها من تأسيس أو تأصيل أو تدليل.
ولذلك لما احتضر هذا الإمام بكى النساء فقال قد وقعت عنه 50 سنة، يعني أنه كان يعلم الناس دين الله ويفتيهم فيه ويرشدهم إليه. لما بكى النساء أجابهم إجابة غريبة جدا، قال قد وقعت عنه، يقصد مين؟ الضمير عائد على من؟ عن الله، مش المفتي والعالم يوقع عن الله. قال وقعت عنه 50 سنة فدعوني أتهنأ بلقائي. شوف ما أضع عمره كله لله جل في علاه، فأكيد الملائكة تأتي إيه؟ تبشره، يعني يحظى بحديث عائشة ومن أحب لقاء الله أحب الله، فيقول دعوني 50 سنة وقع عنه يعلم الناس. قال دعوني أتهنأ بلقائي، تكون له الكرامة. طبعا لما تكون أنت عامل موظف عند ربك وانت راجع بقى للذي استعملك، لك أنت أن ترى ذلك سنة 6 سنوات فقط استعمال والعرش اهتز فرحم بقدومي. هؤلاء هم القوم، هؤلاء هم القوم. الشافعي كان من الفجر إلى العصر يعقد المجالس، وكان مبتلى بالبواسير أو بالبصور أو النصور، وكان يجلس يضع وسادة تحته، كان ما يقوم من العصر إلى الوسادة امتلأ الدماء وهو لا يشعر، امتلأ الدماء. الإمام مالك جلس في مجلس التحديث يحدث وهناك عقرب أو زنبور يقرص فيه وهو لا يتحرك من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ما كان ينام، كان عنده ينام يأخذ الغفوة يتذكر الحديث فيقوم فيكتب، ثم غفوة فيكتب. مسلم جلس مناظرة أو مذاكرة مع طلبة الحديث فذكر الله حديثا لا يعرفه، فتحصر على نفسه أنه لا يعرف هذا الحديث، فجاء فطرد كل من في البيت وقال دعوني وحدي، وأتوا له بسلة تمر وأخذ يبحث عن الحديث ويأكل، يبحث ويأكل. آخر تمرة كان فيها حياته، آخر تمرة وجد فيها الحديث أكلها مات بعد ما ظفر بالحديث. أنا أرى أن هذا من أعظم شكر الله له، أنه ما أماته حتى ظفر بالحديث ثم مات. أناس عاشوا لله جل في علاه، أوقاتهم كلها كانت لله. لذلك أنت ترى تربعوا عرشا عظيما، واستعمال الله لهم كان استعمالا عظيما. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تمكن منا أحدا، اللهم لا تمكن منا حاقدا ولا حسدا ولا ماكرا ولا كائدا ولا منافقا ولا خبيثا ولا خسيسا ولا 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 خائنا ولا 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 منحرفا عقديا وفكريا ولا كافرا ولا جنا ولا إنسا ولا امرأة ولا شيخ ولا صغير. اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله جل في علاه أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. الفؤاد المستنبطة، خاب وخسر من لم يدخل جنة الدنيا، وجنة الدنيا هي ذكر الله والعمل له. من لم يعرف قدر النعمة التي هو فيها لا يستطيع أن يستعملها، فعليه أن يدقق بما هو فيه من نعم. أعظم نعم الله على العبد الصحة والفراغ، لا في الهبر يعني دي أعظم من الجاه والسلطان والمال، أن تكون صحيحا تؤدي فرائض ربك عليك، وأن يعطيك الله الوقت لتطلع وتحسن وتتعبد. الله يتقبلنا وإياكم في الصالحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جواز القسم من غير الاستقسام لا عظم الأمر، والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم. الحكم يتبع العلة وجودا وعدما. خلوف فم الصائم ليس الخلوف هو إيش؟ الرائحة تزول بالسواك، لا تزول، هو علتها ايه؟ خلو المعدة. يبقى اذا هيبقى طيلة اليوم، استخدم ما استخدم الرائحة ايش موجود. اعظم ما في الصيام الاخلاص، يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. حمل المطلق على المقيد، قال سفدت مرضة الجن، سفدت الشياطين ثم قال مرضة الجن. كم كده؟ 4 ولا 5؟ 4 متهيألي 5. خمسة. جواز القسم من غير الاستقسام، الحكم يدفع العلة أعظم من الصيام. مش يدفع الحكم، يتبع العلة. حكم المطلق على المحرم. وإيه؟ حمل المحرم. إيه اللي عندك الزيادة؟ إيه؟ الخلوف. الخلوف هو ده القسم يا شيخ. من المعدة صح الخلوف. لا ده الحكم يتبع العلة، أنت عللتها. يبقى الخامس فضل رمضان ولا يتق من النيران.
اللهم اجعلنا من العتقاء من النار. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.